تراجعت وكالة بلومبرغ العالمية وقامت بسحب وإلغاء منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة لهذه المنشورات على الصفحات الأربعة التابعة للوكالة على فيسبوك، معترفة بأن ما سبق نشره لا يلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة بلومبرغ. وصرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأن هذا التراجع والتصحيح قد جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر أساس لمصنع مسبوكات حديد الزهر التابع لمجموعة تشين شينغ الصينية باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار، ذلك في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة. المصنع يستهدف إنتاج مواسير ضغط عالي من الزهر المرن بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 240 ألف طن، ذلك على مساحة 270 ألف متر مربع. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعدما عززت محادثات هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الأمال في إعلان وقف إطلاق النار رغم استمرار الهجمات على البحر الأحمر، فيما يترقب المستثمرون أي دلائل بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بما يعادل 3% إلى 88.67 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 82.93 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 99% لتصل إلى 2.52 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5% لتسجل 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد المجلس للذهب العالمي أن الطلب العالمي على المعدن النفيس ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من عام 2024، مسجلا أقوى طلب في الربع الأول منذ عام 2016، ذلك بدعم نشاط تعاملات خارج البورصة. وأدى الطلب على الملاذ الآمن مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة إلى ارتفاع أسعار الذهب في مارس وشهر أبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأوقية. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادية في برلين أن الاقتصاد الألماني تجنب الركود في بداية العام الجاري بفضل الصادرات والاستثمار في قطاع الإنشاءات، كما كشفت البيانات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2% مقارنة بالبيانات المعدلة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.